ألف ما حد كان واثق يعمل اللي انتوا عملتوه. آخر حاجة علاقتنا بالنادي الأهلي. أنا ما حدش بيديني تعليمات. ما حدش قال لي مثلا ترجع وتهنئة الأهلي، ده احنا رجعنا قبل الأهلي ما مجلسه ينجح. إنما بس عايز أفكر شوية العيال اللي لسه بتتنطط. لما كنت رئيس نادي لا وما ينفعش وازاي وبيعمل خناق كل يوم والزمالك ماشي يا عم. لما طلعت لقوا ايه ملايين بتساند قدر يساندوا، بس النبي يا سياده المستشار لما ترجع مش عايز تتخانق مع حد، مش عارف مين ماشي. هما ناسيين ان في 2017 انا بعت تهنئه لمحمود الخطيب ايضا في 2017 ما تنططوش ليه؟ بس انت عايز تتكك على اي حاجه. طيب هو محمود الخطيب ومجلسه مش عملوا بيان على صفحتهم عزا للمستشار جلال ابراهيم الاول؟ هو مين المستشار جلال ابراهيم؟ رئيس النادي السابق طبعا، بس ابو نائب رئيس النادي. مش ده نائب رئيس النادي وعملوا له؟ فاحنا ردينا بتهنئه. هم عملوا ايه؟ جيهم مشهورين كلهم، اللي نجحوا واللي ما نجحوش عزوا جوه نادي الزمالك، مش في عمر مكرم، مش في الحمدية الشرزية، جوه النادي. وزي ما قلت محدش بيديني تعليمات، مش انا خالص. انسى، اكتب اللي انت عايز تقوله. وانا شعره من راس الناس ساعة ما اللي عليها تستحق خناقها تخانق، ساعة ما تستحق عزها عزي. كل موقف هعمله، ولما تحصل مشكلة انا مسؤول عنها. في اخلاق توني بتخانق جامد، انما هو بيهني الاهلي ليه؟ استمال امه، استمال امه. هو انت هتمشيني انا؟ انت هو زي ما عيل عامل قناه عبيطه كده يقول لك ايه؟ لما بيتكلم في حق، على فكره ما كنتش اتكلمت خالص اصلا يعني. الحاجات الهايفه ده انت امك اللي هايفه يالا. ما يتكلمنا في موضوعات المهمه كارت رود.